اقول لك ابنك اخذ معه موبايل وشد على المدرسه، عم يطالعهم اثناء الدرس ولرفقاته. طب ايه المشكله يا رنا؟ الله، طفل صغير وبيتشقى حبيبتي، عادي يعني. لسه كل ما بشكله مقصه بيقول لي عادي عادي. طب انت عاوزاني اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اديله كفين على صداقه عشان تستريحي؟ لا انا ما قلت هيك، بس يا مدحت انا ابني بعمره ما حد اشتكى من اخلاقه، بينضرب المثل فيه، يعني بصراحه اخلاقه كتير متغيره. وايه اللي مغير اخلاقه؟ عامل حالك مو عارفه، ما هيك؟ تقصدي ايه؟ بقصد انه بنتك نانسي المحترمه عامله ابني مثل الخاتم باصبعها، وعم تعلمه شغلات بحياته ما عملها. انا بصراحه صرت خايفه على ابني كتير. يعني انت عاوزه تقولي ان بنتي قللت الادب وقللت الربايه، مش كده؟ مدحت لو سمحت لا تقولني حكي انا ما قلته. بقولك يا رنا، انا ملاحظ انك انت متحامله على البنت بقالك مده طويله جدا، وقلت لك مره واتنين وعشرة ان نانسي ما تقصدش اللي هي بتعمله، دي طفله صغيره عادي يعني. صغيره صغيره صغيره؟ لا يا سيدي، بنتك ما نظري، وانا حاسه انه في حدا معلمها علي وداخل على بيتي لحتى تخربه. ايه الكلام المنخولي اللي انت بتقوليه ده؟ ده كلام يعقل؟ ده طفل عمرها ما تعداش 10 سنين جايالك لحد بيتك عشان تخربه ليه؟ يا طفله ولا شيطانه؟ شيطاني. هلا اتلمي، انا ما اسمحلكيش تكلمي عن بنتي بالشكل ده. ليك متحات بلا ليك بلا شيك، اخر مره اسمعك تكلمي عن بنتي كده، فاهمه؟